السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم آدم من موقعكم التقني www.technias.com في درس جديد على القناة. أول شيء أشكركم إخواني الكرام جزيل الشكر على 25,000 مشترك في القناة، وهذا يعني لي الشيء الكثير والكثير. درسنا اليوم سنخصصه لشرح أداة يوتيوب الجديدة والتي من شأنها حماية الأعمال الحصرية لمنشئي المحتوى، وعلى ما يبدو أن منصة اليوتيوب جادة هذه المرة لمحاربة سرقة المحتوى، حيث أطلقت الشركة مؤخرا أداة جديدة تسمح لمنشئي المحتوى على حماية مقاطع الفيديو في حالة ما إذا قام شخص آخر بسرقة نفس الفيديو وإعادة رفعه على قناته. الأداة الجديدة تدعى Copyright Match، من خلالها سيتمكن أي منشئ محتوى من العثور على أي فيديو خاص به تم رفعه على قنوات أخرى، ففي كل مرة تقوم فيها بتحميل مقطع فيديو على منصة اليوتيوب ستقوم أداة Copyright Match بفحص ما إذا كان هذا المحتوى موجودا من قبل أم لا، وهل هو متشابه مع مقاطع فيديو أخرى موجودة على موقع اليوتيوب. وفي حالة وجود تطابق سيظهر إشعار في علامة التبويب التي تحمل اسم تطابقات الميتشز التي تأتي ضمن نفس الأداة، وبعد ذلك يبقى لك تحديد ما يمكنك فعله حول هذا الأمر. هذه الأداة تم اختبارها لمدة عام تقريبا مع مجموعة من منشئي المحتوى بهدف التأكد من مستوى الأمان بها ولجعل أدائها فعال. وحسب يوتيوب فإن أداة Copyright Match حققت نتائج جيدة في اكتشاف المحتوى المسروق. هذه الأداة الجديدة تم إطلاقها هذا الأسبوع وهي متوفرة لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 100,000 مشترك، ومن المنتظر أن يتم توفيرها لعدد أكبر من المستخدمين في وقت لاحق من هذه السنة. لكن قبل أن تبدأ باستخدام هذه الأداة يجب عليك مراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها، حيث يجب أن تكون أول شخص قام بتحميل مقطع الفيديو إلى منصة اليوتيوب، فوقت التحميل هو العامل الرئيسي الذي سيحدد من ستظهر له إشعارات المطابقة. بعد نجاح اختبار هذه الأداة الجديدة فإنها أصبحت مخصصة للكشف عن أي عملية إعادة تحميل الفيديوهات الكاملة وليس مقاطع منها، وذلك من أجل ضمان عدم حدوث أي مشاكل مثل التي قد تحدث في حالة قام أحد الأشخاص باقتباس مقطع صغير من فيديو معين ليقوم بالتعليق عليه، والتي تدخل ضمن سياسة الاستخدام العادل أو ما يسمى بالفير يوز. وكما هو معروف فإن سياسة الاستخدام العادل هي عبارة عن مبدأ قانوني ينص على إمكانية إعادة استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في ظروف معينة دون الحصول على إذن من مالك حقوق الطبع والنشر. شيء آخر، إذا قامت الأداة بالكشف عن حالة مطابقة سيتم إشعار منشئ المحتوى الذي يمتلك الفيديو الأصلي ما إذا كان هذا الفيديو الخاص به يظهر على حسابات قنوات أخرى. وفي حالة حدوث مطابقة يمكنك تحديد الإجراء المطلوب اتخاذه، إما عدم القيام بأي إجراء أو الاتصال بصانع المحتوى الآخر أو طلب إزالة يوتيوب للفيديو. إذا قمت بتقديم طلب إزالة الفيديو المسروق من القناة الأخرى فإن منصة يوتيوب ستقوم بذلك بعد 7 أيام من إبلاغ صاحب القناة لعله يقوم بتصحيح المشكلة بنفسه وإزالة الفيديو. للتعرف أكثر على هذه الأداة سأقوم بالتوجه إلى قناة الأولى والتي تتوفر على أكثر من 400,000 مشترك، وبذلك فإن الأداة أصبحت متوفرة عندي وسأقوم بشرح أهم الخصائص التي تأتي بها. إذا كنت ترغب باكتشاف الأداة الجديدة يجب أن تتوفر قناتك على أكثر من 100,000 مشترك. بعد الدخول إلى لوحة التحكم بقناتك توجه إلى خيار الإصدار التجريبي من استوديو اليوتيوب، ومن خلال الخيارات التي تظهر لك على الجانب الأيمن للوحة التحكم بالقناة اضغط على الخيار حقوق الطبع والنشر، وبذلك ستظهر لك واجهة خاصة بهذه الأداة حيث سيظهر لك تبويب خاص بالمحتوى المطابق. من خلالها ستجد جميع الفيديوهات التي تمت إعادة رفعها من قبل أشخاص آخرين، فمثلا هذا الفيديو تمت سرقته وإعادة رفعه على قناة أخرى، ويظهر بجانبه اسم القناة، وأيضا ستجد رابط سيحيلك لمشاهدة الفيديو الذي تمت إعادة رفعه، كما سيظهر لك عدد المشاهدات لهذا الفيديو، وأيضا يمكنك التعرف على نسبة المطابقة ما إذا كانت 100% ويعني إعادة نشر الفيديو بالكامل، وذلك من خلال تبويب النسبة المئوية للمطابقة. وفي الأخير يمكنك التوجه إلى تبويب الإجراءات، من خلاله يمكنك نقل الفيديو إلى الأرشيف أو طلب إزالة الفيديو من يوتيوب، وهناك خيار آخر يسمح لك بالتواصل مع صاحب القناة الذي قام بإعادة رفع الفيديو الخاص بك. وهذا هو محتوى الرسالة،
كما يظهر لك، وبعد ذلك اضغط على إرسال. وكرد فعل من صاحب القناة سيقوم بإزالة الفيديو بشكل عادي حتى يتجنب أي مشاكل. ورغم كل ذلك فإن يوتيوب وضعت مجموعة من العوامل للاستفادة بشكل جيد من أداة كوبي رايت ماتش. فقبل أن تقوم باتخاذ أي إجراء حول كل مطابقة يجب أن تتأكد من امتلاك حقوق ملكية للمحتوى المطابق، وأيضا التأكد من أنه ينتهك حقوق الملكية الخاصة بك. فإذا كان المحتوى المطابق لا تملكه حصريا فلا يجب عليك تقديم إزالة بسبب مخالفات حقوق النشر مثل المحتوى العام. شيء آخر يجب مراعاته هو ما إذا كان الفيديو المطابق يدخل ضمن تصنيف سياسة الاستخدام العادل. يتوفر موقع اليوتيوب على أداة مشابهة تدعى Content ID، والتي تساعد منشئي المحتوى ضمن سياسات حقوق الطبع والنشر في العثور على أشخاص يستخدمون محتوياتهم بدون إذن منهم. ومع ذلك فإن أداة Content ID تعتبر أكثر محدودية في مدى توفره بمقارنة مع الأداة الجديدة، والتي تقدم حلا مناسبا لمشكلة انتهاك حقوق الملكية الخاصة بمنشئي المحتوى الأصلي على منصة اليوتيوب. إذن كما شاهدتم معنا فإن يوتيوب تسعى جاهدة إلى محاربة سرقة المحتوى الأصلي من قبل أشخاص آخرين، وبالتالي نشره للاستفادة منهم بدون القيام بأي مجهود يذكر. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح أداة يوتيوب الجديدة، والتي من المنتظر أن تساعد منشئي المحتوى على محاربة سرقة مقاطع الفيديو الخاصة بهم. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بلايك والاشتراك في القناة للتوصل بآخر مواضيعنا التقنية. دمتم في أمان الله.